عائشة، يا عائشة. ايه يا خالتي، في ايه؟ الكلام اللي قلته جوه ده بجد؟ كلام ايه؟ مرعي اتجوز ولا كنتوا بتنخاوا على بعض؟ خش رواقي الاوضه على ما يجي نصر. بصي يا خالتي انا والله بس عايزه اقعد وحدي. معلش يا حبيبتي، معلش هدي نفسك، هيجرالك حاجة. أنا يعمل فيا كده بعد العمر ده كله؟ استهدي بالله بس يا استفوفة، ما تعمليش في روحك كده، ده الدون ما بيردش عليا في التليفون. معلش معلش. أيوة يا سبع البرامب، اتصلت بيك 7 مرات، لو اتطرشت ما بتسمعش، على الأقل هتشوفها ولا اتعميت؟ خير خير قوي، خير بالجامد. تعال تعال عشان عايز اعرف اللي اتجوزتها ده جايبها من انهي خرابه. اسكت، انت بتتكلم كمان؟ هو انا لسه قلت حاجه؟ ما تنطقش، انت تيجي حالا وما اسمعش حسك في التلفون، تيجي هبعورك والله والله. لا اكون جايه لك الكافيه وعامله لك فضيحه بجلاجل ان ما جيت على طول. قطع الرجاله وقطعت سيرتهم. اهدي بس، انا يا اختي هقوم اعمل لك كوبايه ليمون. ما انا مش قاعده دلوقتي. معلش تعالي بس معايا جوه الاوضه كده وريحي نفسك. معلش يا فيها راحه. معلش انا مش هرتاح الا لما اكل واكل الصرمه دي.